هبة التميمي مراسلتنا من بغداد تنضم إلينا الآن على الهواء مباشرة. هبة، ماذا في تفاصيل هذا الحريق الذي اندلع في مصفات النفط في أربيل؟ نعم يا أحمد، هذا المصفات الذي يقع في إقليم كردستان وبالتحديد في أربيل وأيضا في منطقة البوار. هذه المنطقة توجد فيها الكثير من يعني المصفات النفط والكثير من النفط. هناك في مخازن النفط هنالك حدثت تمام 9:30 ما يقارب بين 8:30 و9 يوم أمس انفجار كبير في هذه المصفات، مصفات البوير التي فيها الكثير من المنتجات النفطية والمواد المخزونة هنالك ومادة القير. هذه المواد هي قابلة للاشتعال، لا يمكن أن يتم إخمادها إلا بطرق محترفة جدا، فبالتالي هرعت الفرق الدفاع المدني. هنالك أكثر من 35 فرق دفاع مدني كانت موجودة هنالك. كان يعني الحريق جدا هائل وجدا كبير بما اتسع من رقعة الدائرة، وتمت أيضا إصابة الكثير من الأشخاص، من بينهم يعني هم الأشخاص بالتحديد هم فرق الدفاع المدني 10 أشخاص في تمام 12:00 مما أدى إلى البعض لذهابهم إلى المستشفى والبعض الآخر تم علاجهم بالفور. أما في تمام 12:00 بعد منتصف الليل كان هناك 3 انفجارات بسبب هذه يعني حرق هذه يعني الصهاريج 12 صهريجا تكون قريبا على المصفات مما أدى إلى يعني انفجارات 3، لأن في هذه المنطقة وبالتحديد هذه المصفات كان هنالك تحت الأرض أيضا يعني مخازن للنفط ولمنتجات النفط، فبالتالي أنه أدى إلى انفجارات لكن كبيرة. هناك استبعاد هبة على الأقل وباختصار، هناك استبعاد لفرضية أن يكون هذا العمل عملا تخريبيا أو عملا مباشرا من الخارج. يبدو أننا فقدنا الاتصال بهبة التميمي، نشكرها على أي حال من العاصمة العراقية بغداد. هبة التميمي كنت معنا من بغداد.